السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق نادي الزمالك. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز التي ستجمع بين الزمالك وفيوتشر في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واختراس نقاط المباراة الثلاث. ويسعى فيها الزمالك من أجل الفوز والمنافسة على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. حيث سنقل لكم هذه المباراة المهمة التي ينتظرها محبي وعشاق نادي الزمالك. وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل. ومن الممكن متابعة المباراة أيضا عبر القمر المصري نايلسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة. ولكن لا تقلقوا سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.